دير الزور 23/8/2012، حيث نقوم بتصوير وتوثيق جرائم الطاغية بشار الأسد. يتساءل أهالي دير الزور وبشكل عام محافظة دير الزور كافة عن انقطاع الاتصالات. انظروا ماذا يفعل وتفعل آلة الحرب المجرمة الطاغية الأسدية بالبنية التحتية واستهداف كابلات الهواتف في دير الزور لقطع الاتصالات عن الأهالي. حسبنا الله ونعم الوكيل. استهداف مراكز الهاتف في دير الزور. حسبنا الله ونعم الوكيل. استهداف المحال التجارية والشوارع الرئيسية بوابل من الصواريخ والقذائف الأسدية الغادرة والغاشمة. انظروا إلى حجم الدمار الذي خلفته آلة الغدر الأسدية. وهذه أحد الصواريخ التي استهدفت هذا الشارع وأدت إلى حفر الأرض بقطر 5 أمتار. حسبنا الله ونعم الوكيل. دير الزور، الآن نحن في شارع حسن الطاه، حيث أكثر من 125 قذيفة سقطت على هذا الشارع فقط لأنه شهد مظاهرات أدت إلى هز كيان هذا المجرم الطاغية بشار الأسد. دير الزور، شارع حسن الطاها. انظروا إلى آثار الدمار والخراب التي لحقت بهذا الشارع. حسبنا الله ونعم الوكيل. هنا نقترب أكثر إلى ساحة الحرية، وكما تشاهدون طمس وطلس معالم دير الزور الأثرية بوابل من الصواريخ والقذائف وبشتى أنواع الأسلحة. لو قارنا بين دير الزور قبل هذه الهجمة البربرية وبعدها لن تستطيع التمييز والتفريق. حسبنا الله ونعم الوكيل. استهداف المحال التجارية
في ساحة الحرية. وبفضل من الله تعالى تم تحرير هذه الساحة على أيادي الجيش الحر وأبطال المجلس العسكري. دير الزور 23/8/2012. يعطيك العافية. الله يعافيك. لو سمحت، ايش تحب توجه رسالة للنظام الطاغي، نظام الطاغية بشار الأسد، أمام هذا الدمار الذي لحق بساحة الحرية، ساحة الأبطال؟ ماذا نقول له على هذا الدمار الذي قام به، وهذه آثار عبر العصور، كانت عبر الزمن والعصور أجدادنا قاموا بها ببنائها، والآن يدمرها الطاغية وعصابته المجرمة. فنحن صامدون في هذه المحافظة دير الزور العريقة، سنبقى صامدون النصر أو الشهادة، فإنهم أكثر من 4-5 مرات رادوا اقتحام هذا المكان ولم يستطيعوا، فنحن لهم بالمرصاد مهما كلف الأمر، أرواحنا فدا هذه البلد، فنحن صامدون. شكراً. الله أكبر. شكرا، الله يعطيك العافية، وإن شاء الله بالنصر القريب إن شاء الله. كما تشاهدون أيضا هذا الفندق الأثري والمعروف بفندق أمل، وعمره آلاف السنين. تم استهدافه، حسبنا الله ونعم الوكيل. دير الزور لن تركع إلا لله.